ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفواصل. دلوقتي بقى هنعمل برضو كوكيز لطيفه. ناس كتير قوي بتحب الكوكيز اللي بالشوكولاته، بنشتريها ساعات من السوبر ماركت كده، انواع مختلفه جدا، بيبقى فيها شوكليت شيبس كده. يعني هي وصفتها بسيطه جدا جدا، وتقدروا تعملوها في اي وقت، وبتعمل كميه حلوه. يعني تعالوا كده نشوف مقاديرنا. عندنا الميني كوكيز اللي بالشوكليت شيبس دي، 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه زبده او كوبايه سمنه، كوبايه من الشوكليت شيبس اللي مش محلاه، يعني اللي هي الخام اللي بنشتريها دايما من عند العطار او من مستلزمات الحلواني، نص كوبايه من السكر البني، معلقتين عسل ابيض، 2 بيضه، معلقه من البيكنج باودر، معلقه صغيره فانيليا، ومعلقه صغيره ملح، ونص معلقه من البيكنج صودا. وصفاته وصفته بسيطه قوي. احنا هنحط المكونات الجافه كده مع بعض. هجيب كده معلقه والايه والزبده هنضربها الاول مع معلقتين العسل، يعني التوليفه كده ان شاء الله ايه تبقى لطيفه وسهله. تعالوا بقى ناخد البيكنج باودر هنا كده، وعندي البيكنج صودا نص معلقه كده صغنونه، وبعدين هقلب دول، ما هجيب رشه ملح صغننه، بسم الله كده هنقلب دول كده مع بعض، وهاخد السكر البني، الزبده، والعسل، وهاجي هنا بسم الله هنزل السكر البني. ممكن تحط مكان السكر البني دبس التمر، مفيش مشكله على فكره، يبقى جميل جدا. من الحاجات اللي برضو بتبقى طعمها حلو، بتمشي مع الشوكولاته قوي. وعندي زبده اهي، تقدروا تحطوا رشه قرفه بسيطه او رشه كاكاو مع العجينه، واحده معلقه صغيره، انا مش عايزه اغمق العجينه واخليه بالشوكولاته، انا عايزه اخلي العجينه تاخد اللون ده من السكر البني ومن العسل او من دبس التمر زي ما احنا حابين. هكسر كده البيض هنا بسم الله، ادي بيضه وادي بيضه وادي الفانيليا، نضربهم كويس، ننزل بس كده لم الحروف بالاسباتولا، ادي شوكليت شيبس الخام. بصوا تجنن لونها حلو ازاي، في منها ليه بوز كده، بصوا يعني تحسوا ان الشوكليتايه ليها بوز طالع كده، وفي منها العادي اللي ملوش بوز، ده بيبقى شكله لطيف قوي الصغنن ده. وبعدين هاخد البيض بالفانيليا وخليني برضو انزل الزبده تاني، لازم انزل الزبده من الجوانب كده بسم الله، وايه واعملها كده بسم الله. وبعدين هبدا اخلط خلطة حلوة يعني. ممكن بقى تبقى بالمضرب اليدوي، على فكرة انا بحب نتائج برضو المضرب اليدوي بتبقى جميلة. تعالوا كده نخلط بس شوية الدقيق دول ونشوف مع البيكنج باودر، البيكنج صودا، رشة الملح، ونقلب. وادي خلي الشوكليت شيبس في الاخر نحط مع العجينة اول ما تختلط. تعالوا كده ايه نرفع دي، ننزل هنا كده، ننزل الجوانب ونخلطهم كويس مع الزبدة عشان تبقى العجينة كويسة. ناخد اللي من تحت كده، مهم عشان ساعات بتبقى لازقة تحت واحس ان العجينة جافة.
وبعدين بصوا العجينة جميلة ازاي. تعالوا بقى نحط الشوكليت شيبس. انا هحط اللي فيها بوز الحلوة دي. واو، الشوكليت شيبس بقى لما بتتحط في الوقت ده بتيجي تسيح في الفرن شوية، بتدي لون كده، ايه، تخلي لون الكوكي زي ما انتم شايفينها كده مديه لون كانه ايه، بيج، او داخله على اول الالوان الايه الموكا كده. تعالوا نشيلها بقى. بسم الله. وادي العجينه، هخلط بقيتهم بس هنزلها الاول في بوله. بسم الله، حط هنا العجينه بتاعتنا اهي. بصوا عامله عجينه، يعني 3 كوبايات ما شاء الله، عاملين كميه حلوه من العجينه اهو. ده حط بقيت بصوا بقى، هناخد بقى كده عجينها بايدي عادي، اخلط بس، وبعدين نبدا نعمل كور. وعايزين صاج، تقولي صاج؟ اوكي يا حبايبي اتفضلي. بصوا اهو كده، مش بتلزق ولا حاجه، جميله جدا. نعمل بقى كور منها صغنونه، كوكيز كده صغنونه جميله كده. بصوا الجمال، الله الله. ناخد بقى شكل كوكيكايه، كوكيهايه كده صغنونه كده، كور نونو. وممكن نعملها بالايس كريم سكوب او بالمعلقه اللي هي المعياريه الصغنونه بتاعت الايه السوائل برضو، يعني دي تنفع ودي ايه تنفع. دي كده صغنونه كده، ونحطها بعد كده ايه في صاج، وصاج طبعا هندهنه. اوكي هنا ممكن تبقى وحدات صغنانه كده. شايفين الكوكي حلوه، هي بتنفش شويه، تفرد شويه، خلوهم على مسافات بس صغنونه عشان هي بتفرد شويه. ودي شبه بالظبط اللي احنا بنشتريها من بره، بتبقى سواء مغلفه او ماركات معينه احنا جايبينها. بصوا كده، بصوا اهو اهو، بصوا الجمال. تعالوا بقى كده يدوب، بس ممكن حاجه بسيطه، حاجه بسيطه وهي هتنزل بعد كده، حاجه بسيطه. هتطلع بقى النسخة بتاعتها اللي ممكن تبقى كبيرة، اللي عايز يعمل كوكي صغير. انا عادة للولاد بحب اعمل ميني كوكي صغير، دي كبيرة شوية بس انا بصراحة الميني دي بتبقى تجنن وبيخلصوها على طول، وبتبقى لطيفة جدا ومن الكوكيهات الحلوة يعني. وطبعا تقدروا بقى تصغروها تكبروها براحتكم، دي حاجة ترجع لحضراتكم. لكن كعجينة، عجينة جميلة جدا. ويعني ايه، احنا يعني الشكل او الطعم لما بيبقى فيه شويه تحميصه حلوه، طعم العجينه بيبقى حلو قوي، والشوكولاته بتسيح بتدوب سنه كده، فبتدي شكل جميل للكوكيهايه. ان شاء الله يا رب تعجب حضراتكم النهارده. الوصفات بسيطه لكن اتمنى يا رب انها تنول الاعجاب. عملنا النهارده العيش بحليب جوز الهند. بعد ما بندخله على حراره 220 بنهدي الحراره، خلوا بالكم بعد اول 5 دقائق عشان ما قلتش ده. بعد اول 5 دقائق بننزلها 180 او 190، وبحب احط معاها حاجه فيها بخار عشان يطلع العيش فلافي. واحنا عملنا قبل كده مخبوزات كتير وكنا بنطلعها ونفضل نجسها بايدينا عشان تشوفوا قد ايه هي طريه وقد ايه هي حلوه. عملنا النهارده كعب الغزال بطريقه لطيفه، ورينا الشكل الحقيقي لكعب الغزال شكله عامل ازاي، وكمان شكلنا منه زي اللي بيتباع في الافران بالطريقتين. وان شاء الله يا رب برضه يعجب حضراتكم. عجينه جميله وسهله، وعملنا الكوكي اللي هي الصغيره اللي بالشوكليت شيبس. وصفه سهله وبسيطه ولطيفه، ان شاء الله تعجب اولادكم باذن الله. واتمنى يا رب تبعتوا لنا كل التطبيقات الحلوه اللي تساعدنا جدا. واخيرا اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.